السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من فكر تاني، وأنا دكتور كريم علي. مشكلة ناس كتيرة الطاقة اللي واقعة، يا دكتور ما عنديش طاقة، يا دكتور جسمي همدان، يا دكتور مش قادر أقوم الشغل، حاسس إن جسمي مكسر. مشكلة الطاقة دي بتقابل ناس كتيرة قوي. لو خلي بالك، لو الطاقة قلت من القلب العضلة هتتعب، لو قلت من العضلات الأمراض هتيجي، لو قلت من الأمعاء مش هيبقى فيه هضم. الطاقة مهمة جدا، ده البنزين بتاع عربيتك، فكان لازم أعمل حلقة عنه. وفي هذه الحلقة ما ينفعش أتكلم على الطاقة وما أتكلمش على معجزات الطبيعة في الطاقة، الحاجات اللي بناخد منها الطاقة أو تجدد الطاقة لكل الجسم. مش بس الطاقة، الروائح اللي في الجسم الوحشة، حاجات بتعالج عضلة القلب، حاجات بتعالج تسمم المعادن، المفاصل، حاجات كتير قوي هتعرفوها لما أتكلم على ثلاث حاجات أساسية هنستخدمهم في زيادة طاقة الجسم. نتقابل بعد الفاصل، وأنا دكتور كريم علي وإنت بتتفرج على برنامج فك تاني، ويلا بينا. أهلا بيكم. موضوع الطاقة في الجسم، البنزين بتاع جسمك بيعوز إيه؟ أكسجين وجلوكوز، دي المبادئ الأساسية، بس مش ده البنزين الأساسي. البنزين أو الحرق بتاع جسمك في حاجة اسمها ميتوكوندريا، كلمنا عليها، اسمها مفاعلات النووية لكل خلية محطة البنزين، بتستخدم حاجة اسمها ATP. مش مهم المصطلحات دي، احنا عايزين نزود الATP ده اللي هو فعالية الجهاز اللي بيدي طاقة في الجسم. إزاي؟ اول حاجه هتكلم عليها، ما ينفعش اتكلم على الطاقه وما اتكلمش على الكلوروفيل. ايه الكلوروفيل ده بقى؟ دي الماده الخضراء اللي موجوده في النبات. مش احنا كجسم انسان عندنا دم؟ الدم اللي في النبات اسمه كلوروفيل، بس في فرق، هو طبعا لونه اخضر واحنا لونه احمر. احنا الاساس بتاع الدم، الهيموجلوبين بتاعك الحديد، عشان كده الراجل ده عنده انيميا، عنده نقص حديد. ايه دخل الحديد في الهيموجلوبين يا دكتور؟ ما هو الهيموجلوبين مبني حوالين ذرة الحديد، إنما في النبات الكلوروفيل اللي هو زي الدم بتاعنا متركز حوالين جزء مغنيسيوم، يبقى هنا حديد وهناك مغنيسيوم. إحنا طبعاً كالعادة النهاردة الحلقة دي هتفرح النباتيين قوي، خليكم معايا. خدنا من النبات مادة الكلوروفيل دي واستخدمناها للجسم البشري. شوف المعجزات اللي بتحصل بقى. فكرته إيه؟ هو بيعمل إيه؟ بيزود المبدأ الأساسي من الكلوروفيل اللي بنخرج، ورخيص وسائل الإزازة، ممكن تقعد معاك 6-7 شهور. في حاجة الأول أتكلم عليها لو سمحتوا، مش كل ما أقول مكمل الناس تقولي ده منين، لأن البلاد تختلف، دي حاجة. تاني حاجة، مش كل اللي بقوله لازم تاخده، يعني لو عندك مشكلة ده حلها تاخده، لو الدكتور بتاعك كتبه يبقى أنت فاهم، معلوماتك الطبية تنصح بها الناس، لو اتسألت عن حاجة تعرف. إنما مش كل، يعني حلقة المورينجا والماتشا كل الناس جابوها ليه؟ يعني هو أنا كل ما أقول حاجة هتجيبوها؟ أنا بزود معرفتك الطبية أو المعرفة العامة، مش لازم تجيبوها بقى، دي حاجة. نرجع بقى للكلوروفيل. الكلوروفيل ده أول وأهم حاجة بيعملها بيزود الأكسجينيشن بتاع الدم. وانتوا مش مدركين الكلمة الصغيرة دي معناها ايه. تعرف يعني ايه الاكسجين في الدم يزيد؟ يعني كل تغذية بتاعت مخك وقلبك وعضلاتك والجهاز العصبي تزيد ضعف وضعفين وثلاثة. لما الاكسجين يزيد، انت روحك زادت، انت مقاومتك للامراض زادت، انت فعالية اجهزتك زادت. ده بس كلمة الاكسجينيشن. بيعمل حاجة تانية مهمة قوي، من قلوية الجسم. مفيش حاجة اسمها قلوية دم وحمضية دم، الدم ثابت للمرة المليون. هتشقول القهوة اللحمة بتزود حموضة الدم، الدم لو حموضته زادت كلنا نموت. جسد أو الجسد يحب الوسط القلوي، فأي حاجة لونها خضرة في العالم بتعمل قلوية الجسم فتبعدك عن السرطانات. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي ان هو بيدي الأكسجين زيادة في الجسم، فجسمك كله يصحصح، الباور يبقى في أعلى حالاته. انت مجرد ما تاخد الكلوروفيل معلقة على أزازة مية وتشرب منها بدل القهوة الصبح، لا يمكن تحس بالنوم أثناء النهار، لا يمكن تحس ان انت مصدع آخر اليوم، لا يمكن تحس ان انت الباور بتاعك قل في الجيم. طاقة رهيبة الكلوروفيل ده، سرقنا النبات. ثالث حاجة، مصدر كبر النحاس. راجع الحلقة بتاعت المعادن، النحاس ده يعني قلب العالم، لما الناس عرفت أهمية النحاس. الشعر اللي بيتقطع أبيض قلة نحاس، الأوردة اللي بتظهر العروق دي نحاس، الشيخوخة نحاس. نحاس مهم في حاجات كتير قوي، ده بقى قنبلة نحاس. كبر من هنا للصبح. وخلي بالكم الكلوروفيل ده من النباتات كلها، فلسه
المعادن قليلة بس في الكلوروفيل نسبته عالية قوي، نسبته بزيادة تكفينا. ممكن ما تاخدش كبر لو جبت الكلوروفيل ده يغنيك عنه. يبقى الكبر بكل مميزات الكبر موجودة فين؟ الكلوروفيل. تاني حاجة مضاد أكسدة رهيب، وبدام أنا في أي وقت في العالم سمعت مني كلمة دي حاجة مضادة أكسدة، أنت في دماغك تترجم مضاد للسرطان، مضاد للسكر، مضاد لتصلب الشرايين، مضاد للالتهابات اوتوماتيك. اي مره انتوا دلوقتي يعني عبقره عارفين كلمه مضاد اكسده ترصوا لي الليسته دي كلها، لان الاكسده هي اللي بتعمل التصلب، هي اللي بتاذي البنكرياس، هي اللي بتاذي الخلايا، هي اللي بتاذي عضله القلب، هي اللي بتاذي المخ وتجيب لك زهايمر وتجيب لك باركنسونيزم. كل ده من الاكسده، فده عامل صد رهيب ضد الاكسده. جميل قوي في الكلوروفيل بعد كده ريحة الجسد. الناس اللي بتشتكي من ريحة البق اللي متغيرة، ريحة العرق الغريبة، ريحة الرجلين اللي غريبة، ريحة الجسم اللي غريبة، جرب كلوروفيل أسبوع، لأنه بيزود الأكسجين ومضاد أكسدة وبيأثر في ريحة الجسم، فبيمسح أي روايح في جسمك يعني غير مستحبة. بحل مشاكل ناس كتير قوي برائحة الفم أو رائحة العرق مجرد يمشي من أسبوع لأسبوعين على الكلوروفيل، مش حتى مش هتستخدمه مزيلات مزيلات عرقية. مهم قوي في حالات الإمساك اللي أنا بحاول حاجات كتيرة في المرضى بتوع الإمساك، لما بيأس بكتب له الكلوروفيل، فظيع في الإمساك، سحر. برضو بعالج بيه حاجات تانية، بعالج بيه حب الشباب. لما زودت فيتامين ألف ومنعت السكريات وعملت كوكونات أو زبدة جوز الهند وبرضو لسه في حب شباب، بدخل بالكلوروفيل الخط الأخير من دفاعي لحب الشباب والجلد المكرمش، الجلد اللي مش صحي، الجلد الباهت، الجلد المقشر، بستخدم الكلوروفيل. بيزود الأكسجين في الجلد وبيزود الأكسجين في الأوعية الدموية الطرفية، فبيحسن جلدك ويشيل التهاباتك ويمنع الأكسدة بتاعت الجلد، فيحمي ناس كتيرة قوي ويخفف موضوع حب الشباب المتأزم ده العظيم، يعني معجزة ربنا في النبات الكلوروفيل. كده أنا خلصته، نروح للمعجز الثاني لسبيرولينا ونتقابل بعد الفاصل. اتسألت كتير قوي على السبيرولينا، يا دكتور مش هتتكلم على السبيرولينا؟ سبيرولينا هي فعلا كان لازم يجي وقت اتكلم عليها، مش عشان موضوع الطاقة بس، دي اسمها سوبر فود. كلمنا على ايه السوبر فود قبل كده؟ افتكر قلت لكم كام على حاجة كده سوبر فود، ايه منهم؟ الزبدة كانت سوبر فود، زبدة الجوز الهند، الاتنين دول سوبر فود. دلوقتي ادي تالت حاجة اهو السبيرولينا. ليه سوبر فود ويعني ايه سوبر فود وليه يبقى في حاجة فيها سوبر فود؟ يعني زي ما قلنا مفيدة جدا للجسم، وغذاء كتره مش مضر، وسميته بعيد عن تناوله، كل ده معناها السوبر فود. والافوكادو قلنا الافوكادو قبل كده سوبر فود برضو. ايه السبيرولينا دي؟ معجزة ربنا في السبيرولينا ان هي مش نبات. امال ايه؟ حيوان؟ بكتيريا؟ لا، الاتنين جزء نباتي وجزء حيواني اللي هي البكتيريا، واخده الخصائص الاثنين، ودي لوحدها معجزه في حد ذاتها. بتيجي من الميه في هاواي، اماكن يعني هي السبيرولينا الاصلي بتيجي من جزر هاواي، بتيجي بتتربى في الميه هناك. ايه السبيرولينا دي يا دكتور؟ احنا في حلقه ايه؟ حلقه الطاقه. حلقه الطاقه السبيرولينا بتدي طاقه رهيبه للجسم. ليه؟ لانها انتي اوكسيدنت. وبدام قلت انتي اوكسيدنت ارمي الرصة. يبقى لا، ده في حاجة جميلة قوي في السبيرولينا، ان هي بتقلل السكر وتزود الطاقة. وبرضو الكلوروفيل بيعمل كده، تخيلوا يعني انا يقلل سكر الدم ويزود طاقتي، المفروض لما السكر يقل اهمد اعرق احس ان الجلوكوز قل في جسمي، لا ده يزود طاقتك، يزوده طاقتك، عشان كده الاثنين دول فظاع، يزود الطاقة ويقلل السكر في الدم، فمو حلو قوي لمرضى السكر. بيعمل لونه اخضر، فبيعمل ايه؟ قلوية الخلايا اللي في الجسم، ومادام القلويه جت يبقى اللي راح السرطانات. ما شاء الله انتوا كده عارفين. في ايه بقى السبيرولينا؟ في فيتامين كاف، الله، وفي زنك، جميل، وفي فيتامين ب، كل ده موجود، وفي لونه اخضر، يبقى موجود في ايه كتير؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم عالي قوي في السبيرولينا. كل ده كوم، واللي انا هقوله كوم تاني يا ريس. السبيرولينا دي 60% منها بروتين. يعني ايه؟ يعني مكان اللحمه والسمك والبيض
والأجبان الماعز البروتين العالي ده قوي، فهنيئا للنباتيين بالسبرولينا. ما بتحبش الفراخ وبتقرف من اللحوم وعندك قرفة من المنتجات الحيوانية، بروتينك من السبيرولينا 60%. بروتين بجد، بروتين هاي كواليتي، مش بروتين زي النباتي لأنه في جزء بكتيري. فاللي عايز بروتين عالي قوي، معلقتين تلاتة، حبتين تلاتة سبيرولينا، خدت كم مهول من البروتينات. الناس اللي جالي مليون رسالة، هعمل حلقة قريب، حساسية الأنف في الربيع وفي الخريف، حساسية الأنف، جرب السبيرولينا وادعيلي. مضاد هستامين رائع، دي حلقة لوحدها، مضادات الهستامين وازاي تقلل حساسية جسمك، دي حلقة لوحدها. بس خد دلوقتي دي، يعني عندك السبيرولينا بتخفف حساسية الأنف. كل ده كوم. هو يا دكتور لسه في كوم تاني؟ اكتب عندك الكلام ده، مهم قوي بقى، اكتب الكاي ده. السبيرولينا بتنظف الجسم من تسمم المعادن، وحين تأتي التسمم يأتي دكتوراي السمو. سيبونا اتكلم براحتي، ادوني فرصتي بقى. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بيدخل الجسم يمسك المعادن الزياده ويطردها. الله، ده شيء جميل. ازاي؟ ايه بقى يا دكتور يعني السموم اللي احنا نخاف منها في المعادن اللي في حياتنا اليوميه؟ بتاكلوا رز مش كده؟ الرز بيتزرع تحت الميه دايما، ياخد ميه كتير، فنسبه الخرسين فيه عاليه. اقرا كده، اكتب أرزينك أند رايس، هتلاقي مليون بحث ومليون تحذير. طبعا احنا ما نعرفش الكلام ده في بلادنا، ان الرز بيجيب تسمم خرسين، وأقل يعني احلى انواع الرز اللي هو البسماتي مثلا ضعفين ثلاثة الخرسين. ده موضوع تاني، لو عايزين اعمله حلقة اعمله. بس المهم يعني في خرسين في كل الرز اللي في العالم، اللي في العالم، ونسبته مش مسموح بيها ومتغطي على الكلام ده. فانا دلوقتي يا دكتور احنا طب يعني نعمل تحليل خرسين؟ لا. حاجة تانية التونة، يا ما تاكلوش تونة كتير، ما تاكلوش أسماك جاية من آسيا كتير عشان في تسمم زيبق، السمك التونة بيجيب زيبق. طب يا دكتور أحلل زيبق؟ لا. عايز خايف من زيبق التونة، خايف من خرسين الرز، خد سبيرولينا، مش غالي ومن الطبيعة وفي بروتين وأنتي أوكسيدنت، وينظف جسمك من المعادن السامة الثقيلة اللي بتمسك في جسمك. وأي خلي بالكو حاجة عامة كده عشان تبقوا عارفين، المعادن بدل ما تركزت بتضرب ثلاث حاجات، بتضرب الكبد، خلال الكبد تموت، بتضرب الكلية، الكلية يجي لك فشل كلوي، بتضرب الجهاز العصبي، يجي لك بقى الزهايمر، أمراض العضلات، أمراض الجهاز العصبي، أمراض الشيخوخة المبكرة، كل ده، الفهم البطيء، الذاكرة اللي بتروح، كل ده تسمم معادن. فعندنا هو حل من الطبيعة، حل طبيعي، حل من عند ربنا، السبيرولينا تاخده ينظف جسمك. تاخده مثلا كل، أنا السبيرولينا مش ماشي عليها على طول، بس مثلا كل شهرين أخد لي كورس 10 أيام مثلا، 15 يوم يعني كده. أنا مش متابع عليه خالص، يعني مش مستمر، بس فوائده بكتبه للناس النباتيين، بكتبه للناس اللي عايزة البروتين العالي، بكتبه للناس اللي عندها أنيميا، بكتبه للناس اللي الطاقة، الناس اللي عندها بتاكل رز كتير أو بتسافر آسيا كتير، بكتبه لها. السبيرولينا يفضل في جيبك لغاية ما ترجع هنا. وفي حاجة تانية يعني لازم أشرحها، بدل بيشيل التسمم من المعادن، ده بينشط الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده هو الخط الأول، كانت عليه كتير، والسيلينيوم، فاكرين الخط الأول ضد الخلايا السرطانية، الخط الأول ضد الشوارد في جسمك. فده بيغذي، السبيرولينا دي بتغذي الجلوتاثيون، فيزود الجسم بمضادات الأكسدة اللي يمنع أكسدة الخلايا، اللي يمنع تكون السرطانات، اللي يمنع ضعف المناعة. السبيرولينا كمان عدوة الكانديدا، وليها حلقة مخصوص، ناس كتير قوي بتشتكي من الكانديدا، من عدوى الكانديدا، من الكانديدا، فطريات الكانديدا اللي انتشرت من اللسان الأبيض. السبيرولينا عدوها الأول، لو خدت أسبوع أسبوعين سبيرولينا الكانديدا بتروح من جسمك خالص. لو عندك مشاكل مفاصل، السبيرولينا بتخفف المفاصل قوي، بتقلل الألم، بتقلل الأكسدة في الجسم في المفصل، بتزود المناعة بتاعت المفاصل، بتزود ليونة المفاصل. فمهم قوي الأمراض المفاصل لسبيرولينا. بروح بقى للنقطة الثالثة، المساعد الإنزيم كيو 10. يعني هقول كيو انزيم يعني اسهل لي، بس انتوا كده عرفتوا ده عباره عن ايه. ايه بقى يا دكتور ده؟ انا اقول لكم النقطه الثالثه بقى، الكيو انزيم حاجه ممتازه جدا، انا بديها لاي حد عنده مرض قلب. بس ايه موضوعه ده؟ ده حاجه ربنا خلقها بتتعمل في الكبد عادي خالص، بتاخد فيتامين ب وفيتامين سي
وفوليك اسيد يطلعوا الجزيء المركب اللي هو كيو انزيم. يا دكتور احنا مالنا مال الكلام ده؟ اولا اللي لازم تعرفوه ان ده بيقل عند سن العشرين، يعني بعد العشرينات هنيالكم ايها الشباب يبتدي في النازل. بيعمل ايه ده يا دكتور؟ اولا ده انزيم الطاقة بيدخل في كل الميتوكوندرياز اللي في جسمك، اي مصنع طاقة في جسمك بيدخل فيه الكيو انزيم. ادي حاجة، فانت طاقتك من العشرين وانت طالع كل عشر سنين تبتدي تنزل بدرجة كبيرة قوي. ناخده منين يا دكتور؟ ناخده من كبدة البقرة ومن زيت السمك ومن مخ البقرة. الناس النباتيين زمانهم قفلوا ورجعوا يتفرجوا على التلفزيون. لا استنوا، ممكن تاخدوه حبوب، ممكن تاخدوه حبوب بدل مش قادرين تاكلوا الكلام ده. اولا الطاقه بتاعتكم بيدخل في كل جزيئات الاي تي بي فبيزود الطاقه جدا، دي حاجه. تاني حاجه مضاد اكسده رهيب، طبعا الليسته بتاعت مضاد الاكسده، بدل مضاد اكسده يبقى مضاد التهاب، بدل مضاد التهاب انتوا عارفين الليسته اياها. الناس اللي عندهم باركنسونيزم مهم جدا ليهم، الناس اللي عندهم ضمور عضلات مهم جدا ليهم، الناس اللي عندهم تعب في الكبد مهم جدا ليهم، واهم من كل ده الناس اللي عضله قلبهم ضعيفه. انا يعني كل يعني انا طبيب اسره، كل اللي بيجي لي من عند دكتور القلب كاتب له بقى الليسته بتاعه القلب والديجوكسين والكلام ده كله، انا بزود من عندي. عشان ايه؟ بيرجع عضلة القلب قوية، انتوا مدركين ده؟ يعني مش بيوقف على فكرة، امراض شيخوخة كتير قوي الادوية والمكملات بتوقف، يعني الزهايمر في حاجات توقفه، باركنسونيزم توقفه، انما ده بيقلب الترابيزة، بيزود قدرة القلب على الشغل. انت مدرك؟ بمجرد 100 ملي جرام 100 ملي جرام كل يوم بعد شهر شهرين بيحس ان قلبه ارتاح، قوه عضله القلب بقت اكتر لان الاي تي بي زاد، لان الباور جوه الميتوكوندريا زاد، العضلات بتاعته بقت اقوى. العضله القلب احد العضلات طبعا لا اراديه بتبقى اقوى. نقطه مهمه قوي لازم اقولها على الكو انزيم ده، اي حد بياخد مضادات الدهون الليبيتور الليبنتيل الكريستور، الناس اللي الكوليسترول عندها عالي وبياخدوا حاجه مميته اسمها اتكلمت عليها كتير قوي منزلات الكوليسترول، ده بيعمل ديبليشن، يعني اللي بيخلص الكو انزيم ده من الجسم تماما، بيقضي عليه من جذوره. فاي حد لو سمحتوا بياخد ستاتنز اللي هي اي حاجه مضاد للكوليسترول مضاد للدهون الثلاثيه لو سمحتوا ياخد كل يوم. ده بقى ايه يعني؟ انا بقول لك ارجع لطبيبك في كل حاجه، ما تغيرش دواء الا لما ترجع لطبيبك، انما ده لازم روح لدكتورك النهارده اقول له انت اديتني ستاتين مضادات بتنزل حاجات بتنزل الدهون من الدم، وده بيخلص الكيو 10 من الجسم، لو سمحت انا عايز اخد كيو 10. يكتبه لك لو انت في دوله يعني لازم روشتة، لو مش روشتة اديك عرفت الدور بتاعه. الناس اللي عندها اشتكوا كتير قوي من مشاكل اللثه، رهيب في التهابات اللثه، بيزود الطاقة ويزود المناعة، بينشط مضادات الأكسدة في الفم. فأي حد عنده التهاب لسه يعني الكيو 10 فظيع في الموضوع ده. حاجة تانية في الجهاز العصبي، اللي عنده باركنسونيزم اللي داخل على زهايمر اللي عنده مشاكل في الذاكرة، برضو الكيو 10 بيزود الباور بتاع الجهاز العصبي فبيوقف استمرارية الأمراض دي. نقطة مهمة جدا برضو لهذا الكو انزيم العظيم، هو وفيتامين سي صحاب، بيقعدوا في قاعدة كده ويطلعوا لنا حاجة مهمة جدا، فيتامين سي وكيو 10 مع بعض وحاجة مهمة للجلد والشعر والضوافر، ايه هو؟ والمفاصل، ايه هو؟ الكولاجين. فاكرين حلقة الكولاجين؟ أنا قلت لازم كولاجين بس لازم تاخد معاه فيتامين سي، أهو التوأم بتاع فيتامين سي اللي الجسم بيستخدمه عشان يطلع لنا كولاجين محترم الكيو 10. فلو انت عندك مشاكل في المفاصل، عندك مشاكل في الجلد، عايز تاخد تعمل كولاجين طبيعي في جسمك، تزود انتاج الكولاجين الطبيعي عندك، لو اديت الجسم فيتامين سي واديته كيو 10 هيعمل الكولاجين فهيحسن جلدك قوي، يحسن اللي هو العجز اللي هنا ده قوي، يحسن الشعر، يحسن الضوافر، يحسن المفاصل. دي من احد الحاجات المهمه قوي اللي انا بكتبها للعيانين في الكيو 10. شكرا لكم ان انتوا كملتوا معايا للاخر.
ملخص الحلقة ان احنا اتكلمنا على سبيرولينا، بروتين عالي قوي، مضاد اكسده مهم قوي، وبتاخد تسمم المعادن من الجسم. اتكلمنا على الكلوروفيل، ريحة الجسم بتبقى احسن، انتي اوكسيدنت محترم قوي، طاقة عالية جدا. واتكلمنا على المساعد الانزيم الكيو 10 اللي مهم قوي لعضلة القلب، مهم قوي للطاقة، مهم قوي للكولاجين بتاع البشرة، والحاجات اللي انا قلت عليها. انا كان معاكم كريم علي، وشكرا ان انتوا كملتوا معايا للاخر. اعمل شير للحلقة دي، وصلها لاكبر عدد من الناس عشان ينفع اكبر عدد. الحلقة الجاية على الماشي عن الامراض المناعية، ابعتوا لي كل الاسئلة وكل الامراض اللي تختص بالمناعة عشان تبقى حلقة متكاملة ان شاء الله. وما التوفيق الا بالله، عليه توكلت واليه نيب، ونتقابل المرة الجاية. سلام عليكم، باي.